إذا كانت المرأة في وقتنا الحاضر تعمل مدرسة وكل وقتها في خارج البيت، فهل تجب النفقة على الزوج لها؟ وماذا تعمل هي براتبها؟ هذا يختلف. إن كانت دخلت على شرط بينها وبينه أنه يسمح لها بالتدريس ومعاشها لها، فعليه يقوم بواجبها من جهة النفقة وهي زوجته، وقد دخل على علم وعلى شرط ومسلم على شروطهم، وهي عليها أن تقوم بواجب. إذا جاءت الدراسة تقوم بواجب البيت وواجب الزوج، وهو يقوم بواجب ويتعاون على البر والتقوى. أما إذا تنازع فالمحكمة تفصل بينهما، وإذا اتفق على أنها تعطيه نصف الراتب أو الراتب كله أو ربع الراتب بسبب سماحه لها، هذا شيء بينهما. إذا اصطلح على شيء فلا بأس بينهما، وإن تنازع فالمحاكم تفصل النساء، أو بعض الجيران وبعض الأقارب يتوسط بينهما ويصلح بينهما حتى لا يترافعان إلى المحاكم.